ده سؤالي للأستاذة داليا، يعني حضرتك باعتبارك معنية بالنشر العلمي، تابعتي الموضوع ده، الضجة دي تابعتيها ازاي؟ يعني أنا الحقيقة يعني تندرج في مفهومي أنا الشخصي تحت مسمى علم زائف. علم زائف. علم زائف زي ما حضرتك قلت، هي وزي ما الدكتور قال في دلوقتي في نقطة استحالة زي بتاعت الحبل الشوكي، العلم بيقول في الوقت الحالي استحالة، فما ينفعش يطلع في وسائل الإعلام يتقال نجاح. نجاح أي عملية جراحية لازم نقيسه. هنقيسه إزاي؟ المريض بعد العملية حالته عاملة إيه؟ لو هو هيعيش فاقد الوعي أو هيعيش مشلول شلل تام، أنا تفسيري إنه ده مش نجاح، يعني تفسيري الشخصي ده مش نجاح.